السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الحاسوب. واليوم موضوعنا بيتكلم عن إزالة خلفية الصورة. سوف نطبق ورقة عمل 4. استعن بملفات الصور التالية من مجلد الصف السابع أوراق العمل الوحدة الثانية: صورة لدور وصورة للفيليج، لنحصل على المنتج النهائي كالتالي. هنفتح برنامج الجيم، هنستدعي الصور. عندي هنا أول شيء صور الفيليج، صورة الفيليج. بعد كده هنستدعي صورة الدور بهذا الشكل. هنحدد المنطقة الباب فقط، ثم نقوم بإزالة باقي أجزاء الصورة. هنستخدم أداة اللي اسمها باث تول. هنحدد الباب فقط، أجزاء الباب فقط بهذا الشكل، ثم نضغط على أول نقطة تم تحديدها. نذهب إلى قائمة سيلكت، نختار الأمر Select from Path عشان يجعل النقاط اللي أنا حددتها بهذا الشكل، يتم تحديدها بهذا الشكل. ثم Select مرة أخرى ونختار Invert علشان يحدد المنطقة التي لم يتم التحديد عليها في البداية، يعني بيعكس التحديد. ثم من قائمة Edit نضغط على الأمر Cut، هنلاحظ أنه حذف باقي أجزاء الصورة من دون التحديد الأول. هنضغط على أداة التحريك اللي هي Move Tool ونحرك الباب لموضعه المناسب بهذا الشكل. نضغط على Select None علشان ينغي تحديد أي شيء، وتم إزالة الخلفية من الصورة بهذا الشكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.